مرحبا بكم من جديد إخواني أخواتي الفلاحة في هذا اللقاء المباشر عبر أثير إذاعة ميدينا إف إم. اليوم سنناقش إن شاء الله موضوع حصيلة مجهودات وكالة التنمية الفلاحية في إنعاش الاستثمار الفلاحي، واللي كتلعب دور مهم كتقديم معلومات للمستثمر حول فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في القطاع الفلاحي بالمغرب. بطبيعة الحال هذا الشيء كله في إطار مخطط المغرب الأخضر. كيف ما كتلعب الوكالة دور في إرشاد وتوجيه المستثمرين في اختيار المشاريع ديال الاستثمار الفلاحي من خلال توفير معلومات اللي كتسلط الضوء على أهم المعطيات الخاصة بعالية وسافلة سلاسل الإنتاج الفلاحي، وبالإضافة إلى هذا هناك دراسات موجزة لمشاريع نموذجية فضلا عن المواكبة التقنية للمستثمرين من خلال توفير معلومات عملية ودلائل تقنية لتنفيذ المشاريع ديالهم. مواكبة الشركاء في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ديالهم، وربط كذلك علاقات بين الشركاء من أجل تطوير مشاريع استثمارية مشتركة. مشروع للتنمية الفلاحية دائما يقوم على مقاربة تشاركية ومندمجة يضم مجموعة من المكونات المتناسقة فيما بينها ومحدودة في الزمان والمكان، واللي كيهدف إلى تحسين دخل صغار الفلاحين والحد من الفقر والهشاشة عبر الرفع من إنتاج مختلف السلاسل النباتية والحيوانية، مع الأخذ بعين الاعتبار التسيير المستدام للموارد الطبيعية. كي يعتمد مشروع الدعامة الثانية بشكل أساسي على التدخل المباشر للدولة من خلال شركاء المستفيدين منظمين في إطار تنظيمات فلاحية ومهنية، وكاين كذلك الدعامة الأولى فعلا اللي هي تتهم واحد الشريحة مهمة من الفلاحة الكبار اللي هما كيعتمدوا في المشاريع ديالهم على الاستثمارات الخاصة ديالهم. كتعتبر كذلك مقاربة السلسلة الركن الأساسي في بلورة المشاريع عبر الإدماج الكامل لسلسلة القيم، يعني السافلة حتى العالية، والأخذ بعين الاعتبار التدبير المعقل والمستدام للموارد الطبيعية مع احترام الجانب البيئي ومراعاة النوع من خلال إدماج النساء والشباب في هذه المشاريع. فقبل ما نبدأ طرحنا على جوج الأسئلة على السيد المهدي الريفي اللي هو المدير العام ديال الوكالة التنمية الفلاحية. ما هي الاستراتيجية اللي تم اعتمادها من قبل وكالة التنمية الفلاحية لإنعاش الاستثمار الفلاحي بالمغرب؟ وكان كذلك السؤال الثاني اللي هي الرؤية المستقبلية إن شاء الله باش نحقق الإقلاع الجديد ديال الاستثمارات الفلاحية إن شاء الله في الأفق ديال المستقبل. فنستمع إلى الأجوبة اللي تفضل بها السيد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية. أولا شكرا للراديو ميدينا إف إم على الاستضافة وعلى الدور اللي كتقوم فيه في مجال الإعلام اللي كيهم القطاع ديال الفلاحة والفلاحين، يعني اللي هو قطاع مهم في الاقتصاد ديال بلدنا وفي المجال الاجتماعي كذلك. فكما كتعرفوا أولا وكالة التنمية الفلاحية من بين المهام اللي تخلقت لها وهي أولا يعني إنعاش وتشجيع الاستثمارات في المجال الفلاحي، وهذا يعني جاء مع بداية مخطط المغرب الأخضر سنة 2009، هذه السنة اللي تخلقت فيها الوكالة. ومنذ ذلك الحين في الوكالة قامت بعدة مجهودات وعدة منجزات في هذا المجال هذا ديال تشجيع الاستثمار في المجال الفلاحي. فتشجيع الاستثمار كيبدأ أولا بتعبئة العقار الفلاحي لفائدة الاستثمار الفلاحي. تعبئة ديال العقار الفلاحي يشمل لا أراضي الدولة ولا كذلك الأراضي ديال الجموع، بحيث أنه في إطار اللجنة الوزارية مع الشركاء ديالنا في وزارة المالية وفي وزارة الداخلية وكذا في وزارة التجارة والصناعة قمنا بتعبئة يزيد عن 144 ألف هكتار الأراضي الفلاحية، منها واحد تقريبا 111 ألف هكتار ديال أراضي الدولة، وتعبئة يعني عرفت استثمارات مهمة جدا أكثر من 1700 مشروع اللي تمات واللي كتهم هاد المساحة كلها بواحد الاستثمار إجمالي يناهز 26 مليار ديال الدرهم والخلق ديال أكثر من 76 ألف منصب قر ديال الشغل. كذلك يعني الوكالة كتقوم بمواكبة الشركاء والمستثمرين، كانوا يعني مغاربة أو كانوا مستثمرين أجانب، مواكبة ديالهم ما هو تقني الهيكلة ديال المشاريع ديالهم والإنجاز ديال المشاريع ديالهم. كذلك الوكالة
قامت بمشاركة في عدة تظاهرات وطنية ودولية واستقبال عدة مستثمرين أجانب وعدة مجموعات استثمارية اللي بغات تستثمر في بلادنا في المجال الزراعي ولا في المجال ديال الصناعات الغذائية. في هذا الإطار يعني في التظاهرات كنقدموا لهم جميع ما يتعلق بالاستثمار ومناخ الاستثمار في القطاع الفلاحي. كذلك يعني كنقوموا بإعداد مجموعة ديال الكتيبات وديال الأدوات اللي كنعطيوها للمستثمرين كيعتمدوا عليها باش يوجهوا الاستثمار ديالهم لا من ناحية تقنية ولا من ناحية الولوج إلى التمويلات. هذا في مجال تشجيع الاستثمار مع مستثمرين خواص، ولكن كذلك الوكالة قامت ببرمجات وتتبع مشاريع مهيكلة في إطار مخطط المغرب الأخضر واللي كتهم أساسا المشاريع ديال التجميع الفلاحي اللي هي مشاريع مهمة جدا ومشاريع استثمارية مهمة جدا بين المجمعين والمجمعين. فكما كتعرفوا اليوم عندنا أكثر من 63 مشروع تجميع كيهم أكثر من 56 ألف فلاح، وخاصة يعني هما فلاحة متوسطين وصغار. كذلك الوكالة واكبت فلاحة تضامنية عبر الدعامة الثانية ديال مخطط المغرب الأخضر، وهي الفلاحة التضامنية في مجموعة المناطق والجهات المملكة واللي همت أكثر من 730 ألف فلاح صغير، وكذلك تعبئة ما يزيد عن 14.5 مليار ديال الدرهم. هذا كذلك دون الحديث على القطاع، وهو قطاع مهم ومشغل وكذلك يخلق ثروة، اللي هو قطاع المنتوجات المجالية للوكالة. اليوم وكبات أكثر من 730 تعاونية ومجموعة ذات نفع اقتصادي في الهيكلة ديالها وكذلك في التأهيل ديالها وكذلك في الولوج المختلف الأسواق باش تسوق المنتوجات ديالها. هذا بعجالة جدا بعض المجهودات اللي قمنا بها في الوكالة بالشراكة بيان سيغ مع الوزارة ومع المديرية الجهوية الفلاحة وباقي المتدخلين في مجال تشجيع الاستثمارات. هذه المجهودات إن شاء الله غتواصل في المستقبل في إطار الاستراتيجية الجديدة ديال القطاع الفلاحي اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الله ينصره في 13 فبراير الماضي في شتوكيت بها، وهي استراتيجية الجيل الأخضر. وهذه الاستراتيجية غادي نستمروا في الدينامية ديال الاستثمار، أولا من خلال مواصلة تعبئة العقار الفلاحي وخاصة في إطار يعني مليون هكتار ديال أراضي الجموع اللي أعطى صاحب الجلالة التعليمات السامية ديالو عليه. كذلك من خلال تشجيع الاستثمار في الفلاحة التضامنية وفي التجميع كذلك بنظرة جديدة وبأهداف جديدة في أفق 2030 إن شاء الله، وإعطاء الأهمية وأولوية للشباب للاستثمار اللي غيقوموا بها الشباب على الأراضي الفلاحية، وكذلك في خلق يعني تعاونيات وشركات في مجالات عدة وخاصة في المجالات ديال الخدمات الموجهة للفلاحة، وكذلك مواصلة هذا الورش الكبير وإعطاء دفعة جديدة ودفعة قوية للورش ديال المنتوجات المجالية، والاهتمام كذلك بالأوضاع ديال المرأة القروية حتى هي تولج الاستثمار وتولج المجال ديال التثمين ديال الماء. إذن كان هذا جواب السيد مدير عام لوكالة التنمية الفلاحية اللي مختزلة في اسم أدا، اللي بطبيعة الحال منذ نشأتها موازاة مع الهياكل الأخرى اللي تم خلقها عبر وزارة الفلاحة. إذن بطبيعة الحال ضيوفي الكرام في هذه الحلقة كتحضر معايا السيدة إكرام بزغود رئيسة مصلحة إنعاش الاستثمار بمديرية التجميع والشراكة، وكتحضر معنا كذلك جوج النماذج اللي الحمد لله عرفت بواحد النجاح كبير وعرفت خلال الإصرار ديالهم والإرادة ديالهم والإلحاح ديالهم كذلك على نجاح المشاريع داخل العالم القروي. سيحضر معايا السي نجيمي عبد الله عن أكال أو عقال الفردوس اسم ديال الشركة ديالهم، وكاين كذلك نواة التضامن اللي كيمثلها السي إدريس حجاج، وبطبيعة الحال أنقل لكم تحية فريق العمل في الإعداد والإخراج كذلك وفي الالتقاط إن شاء الله تعالى. المكالمات ديالكم رجاء السهاب، عمر البيزي، حمزة خصال، السوسي محمد، الخلقي محمد، ورباني التوفيق، وهذا ميلو الخضر مرة أخرى كيف مجرة العادة غادي رافقكم إلى حدود 5:30 إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج مع الفلاح. إذن سيدة إكرام سمعتي
الأجوبة ديال السيد المدير العام ديالكم. وبطبيعة الحال قبل ما نتعمقوا شوية معكم في الموضوع لابد كذلك ما نتقاسموا مع الرأي العام المغربي مع المختصين في المجال الفلاحي ومع كذلك واحد الفئة اللي كنقول لي أنا عشاق الفلاحي والمجال القروي. هذه الفئة هذه بطبيعة الحال كتبغي تعرف أشنو واقع في هذا المجال. فمن خلال السؤال الأول اللي بغينا نطرحه لك سيدة إكرام، شنو هي الأوراش اللي يتم اعتمادها باش نعاونوا هذه الاستثمارات الخاصة اللي كنعرفوا الحمد لله بأنه إقناع المستثمر الخاص فهذا مجهود ليس بالهين وليس بالسهل، ولكن من خلال الاستماع ديالكم غادي نعرفوا المجهودات اللي قمتوا بها. تفضلوا مدام إكرام. شكرا سي ميلود الخضر، بدوري كنشكر راديو مدينة اف ام على استضافته لوكالة التنمية الفلاحية في هذا البرنامج الشيق مع الفلاح، ومن هذا المنبر كنحيي المستمعين والمستمعات ونبغي نترحم على موتى كوفيد 19 ونتمنى شفاء للمرضى وان يرفع عنا هذا البلاء انه سميع مجيب. تحدث السيد مدير وكالة التنمية الفلاحية على المجهودات ديال الوكالة في تشجيع الاستثمار، وكنبغي نركز قبل ما نطرق للسؤال اللي طرح السي حول الاوراش اللي جا بها مخطط المغرب الاخضر، نسلط الضوء على واحد النقطة اللي مهمة اللي هي أنه الاستثمار الخاص من بين الأسس الرئيسية اللي جا بها مخطط الأخضر المغرب الأخضر. علاش الاستثمار الخاص؟ لأن عنده واحد دور كبير في التنمية ديال الفلاحية وتطوير فلاحة عصرية وخلق فرص الشغل. مخطط المغرب الأخضر يروم إلى جلب استثمار أكثر من 10 مليار سنويا إلى القطاع الفلاحي. إذا بغينا نتحدثوا على الأوراش بصفة عامة ديال مخطط المغرب الأخضر في تشجيع الاستثمار، كنبغي نطرق أولا لواحد النقطة مهمة تخص عقود البرامج اللي مضتها الدولة مع الهيئات البين مهنية لي كونترا بروغرام مع لانتر بروفيسيون. هاد العقود برامج حدات الأهداف كل سلسلة كما هضرتي على المقاربة السلسلة في التقديم ديالك اللي هي مقاربة مهمة كيشتغل عليها مغرب مخطط الأخضر، فكل سلسلة تمضى فيها واحد عقد برنامج، كاين أكثر من 19 عقد برنامج، كل سلسلة تحدوا فيها الأهداف اللي غادي يوصلوا لها التنظيمات البين مهنية، هادشي كله غير باش تدعم الاستثمار الخاص في كل سلسلة. كان أيضا واحد العقد برنامج خاص بالصناعة الغذائية اللي تمضى مؤخرا من أجل تطوير سافلة الإنتاج. نبغي نركز أيضا على ورش كبير اللي جمع مخطط المغرب الأخضر من أجل دعم الاستثمار كيخص صندوق التنمية الفلاحية. هذا الصندوق اللي دار باش يشجع المستثمرين أنهم يدخل أموال في العالم القروي بواحد الدعم من الدولة، والفلاحين ديالنا كيعرفوا على مستوى المديريات ديال الفلاحة الشباك الواحد اللي يتصلوا به باش كيفسر ليهم المساطر اللي تينهجوها باش يقدروا يستفدوا تاهما من الدعم، كانوا فلاحين صغار او فلاحين كبار. يمكن الضيوف ديالنا غيقربونا اكثر من الدعم اللي حصلوا عليه في اطار هذا المخطط. هناك ايضا واحد الاليه مهمه اللي تحدث عليها سيد المدير العام هدي الريفي مدير وكاله التنميه الفلاحيه، كتخص الشراكه اللي كيعرفوها الفلاحين وعموم الناس بعمليه كراء الاراضي. كراء الاراضي اللي انضمات مع مخطط المغرب الاخضر، يعني كراء الاراضي كان دائما ولكن مع مخطط المغرب الاخضر ولات واحد العمليه اللي كتقوم بواحد الشفافيه وكتكون طلبه العروض كتشرف عليها الوكاله بجانب الشركاء ديالها اللي هما وزاره الداخليه ووزاره الماليه في مديريه الاملاك الدوله والوكاله ديال التنميه ديال الاستثمار والصادرات لامدي، هما كلهم مؤسسات كتشتغل في اطار لجنه بين وزاريه تسهر على السكرتاريه ديال وكاله التنميه الفلاحيه يعني باش يحدوا مجموع الاراضي اللي كتكون موضوع الكراء موضوع الكراء وتدار على الموقع الالكتروني للوكاله وتنظم هذه العمليه وتكون بشفافيه. نشير نقطه يمكن اخيره باش ما نطولش في هذا الجانب ديال النقطه ايضا اللي اشار عليها السيد المدير العام اللي هي التجميع، وهذه المقاربه اللي هي اليه مهمه جا بها مخطط المغرب الاخضر. التجميع الا بغينا نبسطوه للفلاح اللي كيستمع لينا ولا المستمع، هو واحد العمليه ديال التعاون ما بين الفلاح الكبير والفلاح الصغار اللي نظمها القانون بقانون 12/04. اعطى الاطار القانوني باش هاد الفلاح الكبير يقدر يعاون الفلاح الصغار باش يحسن من الجوده ديال الانتاج ديالهم باش يشري عليهم المنتوجات وغيستافدوا بجوج بهم بواحد المنح بواحد الدعم اللي هو في اطار قانوني كما قلت، باش هادشي كله غير باش الناس تستثمر وتكون يعني عندها واحد الضمانات باش تستثمر في المجال الفلاحي. وما ننساش انني نهضر على الجانب ديال التامين، يعني حتى الفلاح فاش كيكون تامين راه كيكون مطمئن انه يستثمر في يعني ضد الافات، وهذا الجانب صحيح. صبحات كدعمه الدوله بصفه عامه اللي كتضرب الفلاح
هذا الجانب ايضا اصبحت كدعموا الدوله باش تشجع الاستثمار في الجانب الفلاحي. تماما، شكرا مدام اكرام على هذا التوضيح، وعلى كذلك هذه الاستراتيجيه في الحقيقه اللي جابها مخطط المغرب الاخضر. والحمد لله احنا دائما نقول بانه منذ انطلاقه ديال هذه الاستراتيجيه من 2008 والاجراء ديالها في 2009، والحمد لله اليوم لا زلنا ننعم بهذه النتائج اللي حققتها هذه الاستراتيجيه. والدليل على خير ما اقول هو انه الحمد لله فاش كان ذاك الكونفينمون الفلاحه ديالنا كانوا دائما كيزودوا الاسواق بالمنتوجات الغذائيه، وكانت المائده المغربيه ما عمرها عرفت الحمد لله بشي نقص، وهذا ربما من نتائج خير دليل ومن نتائج اللي الحمد لله ديال هذا المخطط. وكذلك الشكر موصول للفلاحه ديالنا والفلاحات اللي كانوا مرابطات ومرابطون في الحقول ديالهم والاهتمام ديالهم بهذه الاسواق المغربيه. فاليوم كذلك كيف ما قلنا معنا جوج ديال الضيوف اللي هما كيحضروا معنا من اجل تقديم واحد الشهاده ديالهم كيف ما قلت من خلال يعني هذا الاختيار ديالهم لهذا المشاريع الفلاحيه في العالم القروي. وغادي نبداو معك سي عفوا سي كاين معايا سي النجيمي عبد الله، اللي فعلا انت نموذج ديال واحد الشركه يعني اللي ساهمت من خلال العروض اللي قدمتها الوكاله واستفدتوا وانفا حصلتوا على واحد القطعه ارضيه في مجال الاستثمار. تكلمنا على التجربه ديالكم سي النجيمي. شكرا سي خضر على هذا الاستقبال. وقبل ما نبداو بغيت نقول لكم انني فرحان هذا النهار هذا اني نكون معكم في هذه الجلسه هذه. شكرا. اللي كتهضر على واحد الميدان اللي هو مهم في المغرب الا هو القطاع الفلاحي. صحيح. هذا القطاع هو مهم، يعني الاهميه ديالو ما تحتاجش اننا نشرحوها. تماما. كي ذكرتي انت مثلا في الحاله ديال الوقت ديال كوفيد وكذا كانت الاسواق المغربيه مزودة مملوءه بالمنتوجات الخضار والفواكه بعكس بعض الدول اللي كانوا قراب لينا في الدول الافريقيه اللي لاقين مشاكل في هذا الجانب. هذا بالنسبه لنا احنا التجربه ديالنا، احنا شركه اكل فردوس، احنا بدات في الاصل ان هذه القطعه دابا اللي خديناها احنا في اطار شي شراكه ديال المغرب الاخضر بين القطاع الخاص والدوله. هو قبل منه كان الاب ديالي الله يرحمه كان كاره هذه القطعه هذه، يعني كرا اللي هو كوغ تيرم. تمام. على مدى قصير. أيه. كان كيدير فيها البصله بطاطا وسميتو. منين تطلق هذا ديال المغرب الاخضر قدم حتى هو، ملي كان طالب العروض ديال هذا المشروع هذا قدم هو طلب وكان خداه، فدا وخدا هذه البقعه هذه ديال 17 القطار اللي نجز فيها واحد 10 القطارات ونص ديال العنب وثلاثه القطارات وربع ديال التفاح، وفيها الباسان ديال هذا وستاسيون يعني المحطه ديال السقي بالكوتاغوت اللي هي يعني مودرن ماشي هذا هو اللي سميتو. دابا عندكم العنب وشنو اخر قلتي لي؟ والتفاح. التفاح الكالا هي البريكوس كتجي تقريبا في وقت العيد الكبير تقريبا كتجي. وبالنسبه اذا استغنى الوالد الله يرحمه على هاد الفلاحه اللي هي ديال المطيشه والبصله والخضار. لحقاش هاد الاستثمارات هادو اللي كانوا دخلوا في اطار المغرب الاخضر لا الهدف بالنسبه للفلاح ولا للدوله، كان خصها تكون استثمارات اللي هي كتكبر القيمه ديال الارض وكتعطي يعني مردوديه من ناحيه الانتاج الفلاحي اللي هي اكبر. مثلا فاش غادي دير مثلا ناخذ مثلا هذه بقعه مثلا 17 هكتار تهيئات بلي ستركتور ديال العنب وديال التفاح بالشبكه ضد البراد التبروري. يعني مشروع اللي هو كان مكلف. لا هو مكلف من الناحيه الماديه، والمنطقه اللي حنا فيها معروفه انها محجره، فبالتالي التكاليف كتضرب في جوج وفي ثلاثه كاع. فهمتي شنو مرات مثلا بحال الباسان فاش غادي تخدم ما غاديش يتخدم بديك السهوله، لا يتخدم مثلا الباسان تيفلت مثلا اللي عندهم غير الربعه يجي مثلا غير الشطابه غادي ولي في الحجر راه تيتقام كبير، يعني راه زاد القيمه للبلاد بواحد الشكل اللي هو كبير. هذا هو اللي كاين في داك الشيء ديال المشاريع اللي داروا. كيف قالت الاخت اكرام كان اتصال مع المندوبيه ديال الفلاحه دي بي ا، كان الكيشي يونيك يعني من ناحيه ديال الاعانات وهذا. بالنسبه مثلا بحال بال الشبكه كتكون اعانه فيها شحال يعني المبالغ اللي استفدتوا منها في اطار هذا الشيء ديال صندوق المبالغ تقريبا باش الشبكه جمع لك دابا الطوطال دابا مثلا الشبكه تقريبا في القطار كتجي تقريبا 50000 درهم 5 المليون. مزيان الله يزيد 5 المليون تقريبا في الكوتاغوت.
الكوتا كوت كيديروا واحد النسبه ولكن ني بلافوني اييه قل من 5 100% اكثر من 5 لا اييه كتجي 100% ولكن بحال على على المساحه كامله هما تيقدروا واحد النسبه كيقولوا 80% ياك ولكن بلافون يعني الا فتي في المصاريف داك البلافون تماما كي ما يمكن لهم شي يزيدوكم ما غيعطيوك في حد 80% ديال داك البلافون أيه حتى تماما تماما هذا يعني ولكن كما كان الحال كتكون اعانه هي ما وصلاش لديك نسبة ديال 80% الا حسبتيها هذا مثلا حنا كتكون طاحت علينا مثلا 164 مليون مثلا باش نديروا مثلا السيستم ديال غوتا غوت في ديك المنطقه اجيك مثلا فيها 60 مليون تقريبا ديال الاعانه وكتعرف الفلاح فاش كيكون تيخدم راه ريال زايد فيه كما تنقولوا هو ريال زايد فيه ولكن الفلاح حسين تيخدم بقلبه شويه صحيح كاين الفلاح اللي تيخدم شوف السي النجيمي الفلاحه بصفه عامه الى استحضرنا التاريخ ديال الفلاحه في المغرب والمرافقه والمواكبه ديال الفلاحه ديالنا راه دائما كان الفلاح من الدعم الاساسي ديالو هو الصبر ديالو هو الاصرار ديالو والتشبث ديالو بالارض وحنا كنعرفوا التطورات اللي عرفها المغرب في هذا المجال ديال الفلاحه انا كنهنيكم الصراحه على هذا الاختيار هذا وعلى تبارك الله هاد الاصرار ديالكم باش توجدوا هاد المنتوج وتنقول دائما لابد ما كتكون النتيجه فاش كيكون العمل الجاد فاش كيكون الواحد كيشق الطريق ديالو وهو دابا الحمد لله راه ما الجهود اللي هذا كاين الحمد لله الحضور القوي ديال المؤسسات ديال الدوله ديال وزاره الفلاحه غادي نرجع عند مدام اكرام باش نتكلموا شويه معك على هذا النموذج اللي سمعنا من النجيمي من خلال كيفاش كنعتبروا هاد الناس هل هم شركاء ام ما هي الميزه اللي كيتمتعوا بها هاد الناس اللي هما فلاحه وقدموا هاد المشاريع ديالهم لكم وشنو لقوا كسند او كشريك معكم انتم هادو كما قلتي شركاء ديالنا يعني شاركوا في واحد طلب العروض اللي كتنظموا وكتصهر عليه وكالة التنمية الفلاحية ومضاو اتفاقية شراكة واحد النقطة اللي بغيت نشير ليها يعني اللي هي نقطة كتبين بأنه هاد العملية ديال الشراكة راه كتشجع على الاستثمار هو أنه هاد الناس يعني هاد الأرض تحصل عليها الأب ديالهم يعني وحنا كان يعني في المسطرة ديال هاد الشيء ديال كراء الأراضي كتدار واحد الشركة يعني الدولة كتفرض على هذا المستثمر الفائز بالصفقه انه يدير واحد الشركه دو دووا ماروكان باش يمضي العقد مع الدوله ويستغل ديك الارض وكيكون يعني دراسه اللي هو كيطبقها يعني ان بيزنس بلان كينتج هو في ذاك الاطار المحدد يعني هذه المساله كتضمن ليه هو الحقوق ديالو فهاد هاد الشركه اللي دارت مكنت انه هاد الناس يعني يستثمروا هما مطمئنين لانه يعني واخا توفى الوالد ديالهم هما لي زيون دروا يعني حصلوا على الارض اي ماشي بحال واحد الكراء غير هكذا يعني يقدر تسترجعوا الدوله الكون كان كريم مباشره غتسترجعوا الدوله وغتمشي الحقوق وتمشي الاستثمارات اللي دارت هذا ربما كيخلق واحد الاستقرار اجتماعي في العالم القروي استقرار وامكانيه الاستثمار عاوتاني هذا الكراء الميزه ديالو هو انه كراء طويل الامد يعني ديال كنعتقد 40 سنه لان عندكم تشجير او يمكن تجدد قابل للمده 40 سنه اخرى قابل للتجديد ابتداء من كاع ما تشري السنه ال 25 فهمتني يعني قابل للتجديد هاد العمليه هي اللي كتضمن انه المستغل غادي يمكن له يستثمر باسكو دابا غيدير واحد الشجر اللي ما غاديش يعطي يعني دخول في الانتاج غيكون على 30 ولا 4 كنعتقد وانه ما يوصل شنو تنسميو حنا بلان برودكسيون حتى السنه 5 هذا باش غيوصل عاد غيبدا في لامورتيسمون عاد غيبدا في هذه اكزاكتومون ممكن فكره ممتازه كما قلتي حنا كنواكبوهم يعني عندنا مصالح على مستوى وكاله التنميه الفلاحيه عندنا ما هو تقني وما هو قانوني من كيتعرضوا العراقيل اولا كيتعرضوا للمشاكل في الانجاز كيتصلوا بالوكاله ديال التنميه الفلاحيه اللي هي كتشتغل مع اللجنه البين الوزاريه وكتشتغل معاهم باش تقدر تحل معاهم العراقيل ممتاز كاين شي اضافه نضيف بحال في هذا الاطار ديال هذه الشراكه هذه هو فاش كياخذ الانسان واحد الوقعه ارضيه واحد العقار تيكون دار واحد الدراسه باش كيحط في الملف انه غادي يدير واحد بحال كيلتزم انه غادي يرفع القيمه ديال ديك البلاد بواحد العدد ديال الاستثمارات كيكونوا يعني تيكونوا منافسين فبالتالي كترسى المنافسه على واحد الانسان اللي هما تيشوفوا ربما دار استثمار احسن ولا هذا تترسى عليه هذا وكيولي هو بالنسبه لكم ان كيتشارج
تيخصو ينفذ هذوك البنود اللي هي موضوع العقده او الشراكه. تيكون بحال وكتجي لجنه كتراقب هذه المساله وكتجي لجنه من بعد ملي كيسالي المشروع كتجي كتراقب وهذا المراقبه كتكون في الصراحه على طول ملي كيبدا المشروع. بحال مثلا فاش كتبغي مثلا انك تحيد الحجر من بلاد كتاخذ سكون ابيل لوتوريزاسيون بريالابل باش هذه باش كتستافد باش تاخذ الدعم كتعطاك ديك هذيك الرخصه وكتخدم الخدمه اللي غادي تخدم ديال واللجنه ديال دي بي الاقليميه المندوبيه الاقليميه ديال الفلاحات يكونوا متابعين داك المشروع في الاول قبل ما بدا كيخرجوا يشوفوا الارض كي دايره ملي كتبدا اون كور دي ترافو كيجيو كيشوفوا وملي كيسالوا لي ترافو كيجيو يشوفوا باش كيديروا هذيك لابروباسيون ملي كيابروفيو هما داك لاطاش اللي كيتي رياليزي كيولي من بعد الملف ديال هنا كيمشي الملف ديال الدعم اللي كيرجع للفلاح بالنسبه ديال ممتاز سي نجيم الله يوفقكم. وغادي ننتقلوا دابا عند الضيف ديالي سي ادريس حجاج عن نواه التضامن. تفضل تكلمنا على التجربه ديالكم اودي سي ادريس. شكرا. اسمح لي قبل ما نجي عندك شنو الموقع اللي عرفنا بالجامعه القرويه ولا البلاصه اللي كتشتغل فيها؟ كتسمى المجموعه كتسمى إقدار هي في طريق إفران. هي إقدار في جنب ستاسيون إفريقيا. مزيان ستاسيون إفريقيا دابا إلا خرجتي من الحاج راه علي من ديالك قبل ديك الفيراج ديال الغرب هذا غير تفوت ذاك الدوبل فيراج سين ديا. لا كنتم واقيلا سين ديا كانت تما. لا ما كاينش لا سين ديا. ما كاينش بعد. لا ما كاينش غير تخرج من الحاج بدوبل فيراج كاينه ستاسيون افريكا راتي في طريق افران. عندك على اليسار قبل منا غيبانوا لاسار. ممتاز تبارك الله عليكم. الله يرحمك. سي ادريس شكرا سي خضر على اتاحه الفرصه ان قرب شويه الميكرو نهضروا على التجربه ديالنا كشباب عاطل تنتموا للعالم القروي. دابا راه ما كنتوش عاطل دابا حنا دخلنا في الا قيس اقاربنا منتج شباب مقاول نهضروا على التجربه ديالنا كنا كشباب. دونك حنا كنمثلوا جامعه اي تعزم اقليم الحجم. شكرا بعدا على الاستضافه في هذا واجبنا ودا السي ادريس. كنشكروا الضيوف اللي معنا ممثله السيده ممثله ديال وكاله التنميه الفلاحيه والسيد ممثل شركه ديال اكل الفردوس. بدايه بغينا نعطي غير واحد النبذه على الشركه ديالنا كيفاش بدات. كنا قبل ما نديروا الشركه كنا كجمعيه 2002 اسسنا جمعيه نواه جمعيه الارض لمقاول شباب العالم القروي بمنطقه اي تعزم. كنا كطلبه حاصلين على الاجازه وكنا عاطلين وقمنا بتاسيس الجمعيه على اساس اننا نستافدوا من قطع ارضيه تابعه للدوله. وكذلك تم بعد المغرب الاخضر. فجاء المغرب الاخضر في 2008 اللي عطى انطلاقه ديالو صاحب الجلاله نصر الله في المعرض الدولي للفلاحه. عطى واحد انطلاقه لان كان عندنا مشكل ديال العقار. مشكل العقار هو الاراضي التابعه للدوله كتتكرى عن طريق السمساره. ما كيمكنناش نديروا مشاريع فلاحيه كبيره استثمارات كبيره بهذا عن طريق الاراضي. ملي جا مخطط المغرب الاخضر فتح افاق بالنسبه للطلبه وبالنسبه للولوج العقار هو اللي كاين. وكذلك كان تم في سنه 2000 بخلاصه باش ندوز للنقطه الثانيه ب 2013 في 2013 مضينا درنا توقيع ديال اتفاقيه شراكه مع الدوله. مزيان ممتاز. في واحد المساحه ديال 107 الهكتارات. تبارك الله. في 2013 في 2014 دارت لا روميز. دخلنا للتيران. يعني في لا روميز عطاونا دخلنا للتيران في 2014 مستغلين فعليا. ولكن ما دخلناش بلا توتاليتي ديال التيران حيت كان التيران محتل. كان فيه تراميات. 2014 عطاونا لا روميز ولكن ما دخلنا العقار بشكل رسمي حتى 2017 حيت كان تراميات على العقار وتم التفريغ ديالهم عن طريق المحكمه عاد خرجوا دوك المتراميين ودخلنا للعقار. في 2017 في 30% تنجز المشروع ديالو في 2017 60% 2018 90% في 2019. نعم. باقي لنا الان واحد 7 ديال الهكتارات مازال ما على مشكل ديال الماء. كان عندنا مشكل خصنا نحفروا واحد البير في واحد المنطقه باش يمكننا ننجزوا المشروع 100% ديك 107 الهكتارات اللي درنا اتفاقيه ديالها مع الدوله. التقسيم ديال هذوك 107 كان على مستوى كاين عندنا اللوز مزيان عندنا الخوخ عندنا الشهديه وعندنا المشمش.
وعندنا واحد 10 الهكتارات ديال البطاطس. هذا هو واحد 8 الهكتارات كانت في مختلفات. ما يعوي عليكم شي واحد في الكاميله والديسير. هذا هو المشكل. خلاص كاسين نجيمي. بالمناسبه كنشكروا وكاله التنميه الفلاحيه وزاره الفلاحه اللي دعمتنا، والمندوبيه الاقليميه للفلاحه اللي تعاونت معنا بمتلف شخصي ايجو عطانا الدعم الكامل. وفي كنشكروا كذلك المكتب المغربي للاستشاره الفلاحيه الدعم ديالو لونكا متمثل في بيزانه ديال الحاجب اللي كيمدوا لنا بالنصائح والاستشاره الفلاحيه وهذا. اذا الشكر موصول للجميع كاع الناس اللي مدوا لنا يد المساعده، كنا كطلبه ولينا الان كمستثمرين. تبارك الله تبارك الله. دابا حنا كنشوفوا تبارك الله الاخوه اللي كيتبعونا او المستمعات والمستمعين ديال اذاعه مدينه فهم، اضافه الى اخواننا وكما الفلاحه اللي هما كيشوفوا هذه النماذج. حنا دائما مع الفلاح كنبغيو نجيبوا بعض النماذج اللي هي فعلا كتعطي عاده مدام اكرام تفل يعني في جميع سميتو عليه. ديما نحتكم الى المرجع ولا ان النموذج اللي بغينا نقدمه او نتعلموا شي حاجه. فبالتالي حنا هذه النماذج هي محفزه للشباب ديالنا والناس اللي هما يعني كيشتغلوا وفقدوا الامل. الناس الحمد لله دقت البيبان ولقت الاستجابه، وهناك الحمد لله مشاريع حقيقيه يعني ليست بوهميه بل هي حقيقيه. وهنا هذا الكلام ديالكم بجوج السي نجيمي ولا السي ادريس هو حني على الخطاب الملكي مباشره لما قال في معرض خطابه انه حنا نامل الى خلق واحد الطبقه وسطى داخل العالم القروي. فبالتالي الحمد لله يعني خلق الثروه لفائده هذا الشباب فهو اكيد يتماشى وهذا الطموح السامي ديال صاحب الجلاله. والحمد لله اللي هناك وزارات وهناك فاش كندقوا الباب كيستجبوا لنا بالنسبه للمهتمين بهذا الشان الفلاحي. فسيدة اكرام على مستوى التجربه ديال نواه التضامن، شنو هي العلاقه دابا اللي رابطينها انتم معهم كوكاله؟ يعني لان هو ذكر مجموعه ديال الفائدين في المجال ديال الفلاحه واللي فعلا قدموا لهم خدمات جليله ومهمه، ولكن على مستوى الشق ديال لادا شنو هي العلاقات اللي باقي كتربطكم معهم؟ هو دابا شريك ديالنا يعني مدى اتفاقيه الشراكه. يعني الا كان شريك ديالكم فاش كتوجد السلعه كيبيعوا تخلصوا منه لا غير على مستوى الوراق. دابا هما واخا كانوا منظمين في الاول كجمعيه، فاش حصلوا على الارض داروا واحد الشركه. هاد الشركه كتمضي اتفاقيه شراكه مع الوكاله التنميه الفلاحيه، كتعطي ضمانات وكدير واحد دراسه اللي هي كنسمي حنا لو بيزنس بلان، دراسه مشروع. كيوليو هما ملتزمين للدوله بانهم بجوج الحاجات، انهم غادي يخلصوا الكرة ديال السنوي ديال ديك الارض اللي راهم كيستغلوها، وغادي يديروا المشروع ديالهم وفقا طلب التعمل. كاين لجان جهويه كتسهر على عملية التتبع من غير اللجنة اللي كتديرها المديرية الفلاحة باش يستفدوا من الدعم في إطار صندوق التنمية المحلية. كاين واحد اللجنة خاصة حيت عندنا مديرية ديال تدبير المشاريع كتقوم بتتبع هذيك البيزنس بلان اللي هو تابع لمشروع الشراكة، واش هذاك الشريك ملتزم بداك الشيء اللي اتفقنا عليه في الأول، لأنه هو ملزم بحكم اتفاقية الشراكة بأنه إلا بغى يغير شي حاجة حنا منفتحين كنعرفوا بأن انه المشروع الفلاحي راه قابل للتغيير. الا تبدل السوق راه خصو يتبدل، الا وقع كما قال هو ترامي ولا شي حاجه راه خصنا نصبروا حتى نواكبوه. مثلا هضرتي على شنو كدير الوكاله، عندها واحد جوج ديال المصالح، مصلحه الوساطه ومصلحه الدعاوي. ممتاز. يعني خلقتهم من اجل انها تواكب هذا المستثمر. نعم. باش ما نخليوش بوحدو كيواجه مشكل ديال ترامي اللي هو مشكل بالاخص قضائي. يعني كتواكبوا، كاين مصلحه انعاش الاستثمار اللي كتوجهوا ما بين هاد المصالح ديال الوكاله كاملين، كيفاش يحط الشكايه ديالو، فين وصلت، شنو دار فيها من طرف اللجنه البين وزاريه اللي وكاله التنميه الفلاحيه كتسهر على السكرتاري ديالها. يعني العلاقه ديالنا كتبقى مستمره، كاين اللجنه ديالنا اللي كتخرج تبع باش كيدير المشروع. دائما كنبغيو نبقاو مع الفلاح لانه كنبغيو نتقاسموا معاه المعلومه، كنبغيو كذلك يستفد من كل الحقوق ديالو من خلال سن القوانين ديال اللي كتهم الاستثمار الفلاحي. وانتم كيف ما جاء على اللسان السيد المدير العام ديال الوكاله ديال التنميه الفلاحيه مدنا معطيات ومعلومات جد مهمه، اكيد بانه كذلك تقاسمنا معكم ومع الراي العام المغربي والمهتمين بالشان الفلاحي السيده اكرام اللي هي زودتنا بزاف ديال المعلومات اللي كتخلق هذيك الثقه ما بين الشراكه وما بين
الشركات عفوا وما بين كذلك عقود البرامج اللي فعلا هي خطة ذكية اعتمدها مخطط المغرب الأخضر اللي كنلقاو واحد العقد ما بين كل الأطراف، وهذا شيء جميل لضمان الحقوق ديال الناس وكذلك خلق هذا الوازع ديال الثقة في المغاربة بينهم. إذن تعرفنا على هذه النماذج اللي هي حيه وكتعيش معنا هذه اللحظه وكتقاسموا، شكرا على تقاسم التجارب ديالكم مع الشريحه ديال المجتمع القروي بصفه عامه الذي فعلا يستحق كل تنويه هذا المجتمع، لا بالنساء ديالو ولا بالشباب ديالو ولا كذلك بالمثابره والفياق بكريه كالسي النجيمي. لا ما فقتيش بكري راه ما كاين والو بكري ونتعش الليل بالسمراء والسمراء. إذن مدام إكرام، اليوم احنا سمعنا هاد التجارب وتكلمتوا على واحد الشق اللي ما بغيتوش انا يدوز بسرعه اللي هو التأمين ضد المخاطر. هذا التأمين اللي هو نوعا ما كيعطي واحد الثقه واحد الضمانه للاستمراريه في هاد في الاستثمارات داخل العالم القروي. وبطبيعه الحال مشكوره لوزاره الفلاحه على المجهودات والتجاوب السريع ديال وزير الفلاحه السيد عزاز خنوش من خلال الزياره اللي كانوا قاموا بها النهار اللي جا ذاك البراد وذاك التبروري. تنظن انتم خرجتوا لاباس ياك بعدها؟ الحمد لله خرجتوا لاباس مزيان. وكان الحمد لله كانت اجراءات مهمه لانقاذ هاد الفئه، واعتقد يمكن حتى هناك اجراءات مزيانه لفائده هاد الناس وبصفه عامه لفائده هاد الشباك اللي هو واقي ضد البراد وضد هاد المخاطر ديال الطبيعه. اذا على هاد المستوى بغينا كذلك نديروا واحد تذكير فقط بالنسبه للفلاحه ديالنا باش يمكن يخدموا بكل اريحيه. كذلك تكلمتوا على الصندوق ديال التنميه الفلاحيه الاف دي ار اللي فعلا جا كيعزز ونقدروا نقولوا حتى كيساهم في الاستثمار، لانه اذا كانت عندك 100 مليون ولا 160 وخذيتي غير 60 مليون في هذه الازمه راه الحمد لله تبارك الله الخير والبركه كيكون واحد المتنفس كبير. وهذو كلهم حقائق الحمد لله وارقام مهمه سمعناها من طرف المسؤولين ديال التصرفات، واللي ما غاديش يكد عما كيرجع عشان نجي ما قالوكش ردنا الفلوس لا ما كاينش. اذا هذو حقائق انك تحافظ على ذاك الميكرو، كتلتزم انك تحافظ على ذاك المشروع واحد المده ديال الخمس سنين ما تغيرش فيه باش تبقى عندك تزول ديك الزراعه اللي درتيها واللي الدوله تمات باش تنجزها تمات كالاعانه عليها. مزيان تبارك الله. بغينا تكلمنا كذلك على نصيب الشباب في هاد الشق اللي كيهم هاد سميتو عليه اللي كيقم اللي تيهم هاد الاستراتيجيه ديال الهضره. بغينا كذلك نزيدوا نتعمقوا في هذا الجانب لانه الشباب هو عمود فقري ديال المستقبل، وحنا كنعرفوا تبارك الله الشريحه ديال المغرب راه تبارك الله عندنا شريحه عريضه جدا في العمريه ما بين 20 و 30 حتى ال 45، فبالتالي ايجاد هذه الحلول فهو استقرار اجتماعي وطمأنه وحفظ للكرامه. وتكلموا شويه عن النقطه مدام اكرام. بالنسبه للمخطط المغرب الاخضر يعني حاضي الشباب والطبقه الوسطى بواحد الجانب من النتائج ديالو. فإلى قلنا كما قال السيد المدير العام كاين 1700 مشروع ديال الشراكه اللي دارت، فكاين اكثر من 720 مشروع اللي دارت على المستوى الجهوي. علاش دارت على المستوى الجهوي؟ لانها كضرب واحد المسطره مبسطه كيمكن للشباب والناس اللي ما عندهمش امكانيات كبيره انهم يشاركوا في طلبات العروض اللي كدار على المستوى الجهوي. كدار واحد المسطره مبسطه، مثلا نذكر على سبيل المثال بحال طلب العروض يعني اقل مساحه فيه غتشارك في ضمان التعهد ب 5000 درهم، بالنسبه لهاد الطلبات الجهويه كاينه هي ديال 3000 درهم. بالنسبه للضمان ديال الاستثمار مثلا كنا مستثمر كبير كنطلبوا منه واحد الضمانه كبيره باش يقدر يشارك في طلب العروض، فعلى المستوى الجهوي هاد الضمانه ديال الاستثمار هي غير 1%. مثلا المستثمر الكبير كنطلبوا له شهاده ديال القدره الماليه باش يقدر يشارك في طلبات العروض. كتعطيها له البنكة باش كتاكد بان عنده القدره ديال الاستثمار. بالنسبه لهاد الطلبات الجهويه فكنعفيهم من هاد الضمانات من هاد الضمانه ديال القدره الماليه. هذا الشيء غير باش نقول بانه يعني كان واحد طلبات عروض جهويه اللي هي مبسطه باش الشباب حتى هما يقدروا يستافدوا من 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 النصيب ديالهم في مخطط المغرب الاخضر. نعم. ونبغي نذكر ايضا بالنسبه للشباب كاين تجارب ناجحه كيف ما هذه اللي شفتوها ديال الارض ديال شركه نواه سابقا شركه نواه التضامن. كانت تجربه اللي كانت مرت في الجنوب عن طريق طلب ابداء الاهتمام لي زابيل مانيفيستاسيون دانتيغي اللي داروا الشباب
شباب تاهما حاصلين على دبلومات وشاركوا داروا مشاريع ديالهم وتم اسناد 31 بقعه ارضيه بمساحه 5 هكتار لواحد. وقامت الدوله بانها دارت لهم تكوين ودارت لهم تدريب ميدانيه ووكبتهم مع مجموعه القرض الفلاحي باش عطاوهم يعني الكريديات بضمانات محدده. يعني كاين تجارب ناجحه وكاين واحد النصيب اللي حصل عليه الشباب في مخطط المغرب الاخضر. ونبغي نركز على انه بالنسبه للمخطط الجيل الاخضر اللي هو اللي غادي يكون 2020 يعني نهضروا على المستقبل 2020 و2030 يعني كيف من السميه ديالو تيبان انه واحد المخطط اللي غادي يركز على الشباب غيتعطى واحد النصيب كبير للشباب. يمكن دابا المعالم ديالو في طور التنزيل يعني يلاه راه في طور التنزيل ديال هذا البرنامج. غير هو اللي هو احنا متاكدين منه انه المقاوله الشابه والشباب والمرأة والشباب ديال العالم القروي غادي تكون عندهم واحد المواكبة لا بالنسبة للمؤسسات المالية ولا بالنسبة لأبناك المشاريع ولا بالنسبة للطريقة التعامل معهم. يعني غتكون واحد المعاملة خاصة واحد المساحة كبيرة للشباب في هذا البرنامج بآلية جديدة وبمنهجية جديدة يعني ورؤية جديدة للطريقة التعامل جديدة. وكذلك مدام إكرام هو اللي الحمد لله من خلال هذا التواصل ديالنا معكم وكذلك ممكن استخلاص واحد العبره رائعه, لانه بدا التحسيس بالاهميه ديال تغيير هذاك الفكر الكلاسيكي الى فكر مقاولتي. وهذا ربما اعتقد هو الباب الواسع الذي يجب ان نلجأ جميعا يعني شبابا واداره ووزاره في حال هذا المستوى ديال الفكر المقاولتي لا لدى التعاونيات ولا هل هو كتلمسوه بان هناك هذا التحول بدا يعطي الاكل ديالو. هذا هو يعني المواكبه هنا فين خاصها تكون والمنهجيه ديال الاشتغال كيفاش غنشتغلوا باش اننا نحولوا واحد حاصل على دبلوم عاطل على العمل المستثمر والمقاول. يعني هنا فين عندنا كما نقولوا لونجو هذه هي طريقة الاشتغال وكيفاش غادي نشتغلوا مع هاد الشباب باش انه يولي قادر على انه يكون انديبوندون تماما يعني تكون واحد استقلالية مالية تكون واحد الاستقلالية لا في الفكر ديالو ولا في الطريقة ديالو ديال انجاز المشروع ولا ديال الاشتغال كذلك ولا الاشتغال ديالو يشتغل كمقاول تماما تماما. إذن غادي نرجعوا عندك سي إدريس. فعلا انتم تبارك الله عليكم هاد التجربة اللي خديتوها من خلال هاد الأرقام ديال السنوات اللي عطيتينا كيبين إن شاء الله تعالى بأنكم انتم غادي تعرفوا نجاح ديال المشاريع ديالكم, لأن الإصرار ديالكم والصبر ديالكم والتشبت ديالكم بالأرض ربما كان واحد ماشي نقول لك محنة بل أعطاكم واحد المنحة للإقلاع الحقيقي الاقتصادي داخل هاد الرقعة الجغرافية اللي انتم كتنتميوا لها. فبغيتك انت من خلال التجربة ديالكم خلالكم انتم كشباب يعني كيفاش كتوزعوا الأدوار ديالكم داخل هذه المجموعة. احنا كنعرفوا الاشكاليه اللي كتكون احيانا تعيق بعض المرات النجاح ديال المشاريع. نعم ميكرو عفاك الميكرو. شكرا طبعا. شكرا مره اخرى سي مهدي السي الخضر مليود. التجربه ديالنا كما قلت سابقا دونك تجربه نموذجيه كشباب حاصل على الاجازات ماشي حاصل على ديبلوم فلاحي يعني مختلف التخصصات. معنا طلبة حاصلين الأدب العربي فلسفة جغرافيا قانون إلى آخره مجموعة من الطلبة مجموعة من التخصصات مشينا للمجال الفلاحي. ومن هذا المنبر أنا كنصح الشباب في المغرب ككل أنهم يتوجهوا للمجال الفلاحي لأن مجال خصب مازال فيه ما يدار. يبحثوا على أراضي تابعة للدولة ويمضوا اتفاقيات شراكة كما قالت الأخت حاليا كاين دابا كاين مسائل ولات جهوية ما بقاتش على المستوى المركزي. مزيان. الضمانات اللي قالت نقصات وهذا يعني هذا تحفيز للشباب. تماما من الضمانة ديال 5% من قيمة المشروع ولا الضمانة ديال 1%. ممتاز. إذن هذا تشجيع للفلاحين الصغار والطلبة واللي باغيين يديروا مشاريع فلاحية. إذا من هذا المنبر أنا تنقول لهم خصكم توجهوا للمجال الفلاحي لأن مازال أراضي فلاحية خاوية. يقوموا ويديروا يدفيد ويديروا جمعية تعاونية أو للشركة ويتوجهوا للمصالح الإدارية. وراه غادي يلقاو إن شاء الله. ويلقاو الخير إن شاء الله الرحمن الرحيم. نعم نعم. التجربة اللي مرينا بها أنا تنقول أنها تجربة ناجحة. بامتياز. وكنصح الشباب أنهم توجهوا للمجال الفلاحي. ما يبقاش يقول الشاب أنا تخرجت في المجال الفلاني خصني نخدم في المجال الفلاني. تماما. إذن يجتمعوا كشباب عاطلين ويتوجهوا يختاروا قطع أرضية ويتوكلوا على الله وما غيكون خير إن شاء الله. والصبر التجربة ديالنا كان فيها صبر لولا الصبر ما نوصلوش. نعم. لأن من تأسيس الجمعية في 2002 الآن
حنا في 2019 ولا 2020 عاد دخلنا في لا برودكسيون، عاد دخلنا في الانتاج. يعني لولا ما يكونش الصبر ما كناش غادي نوصل. تماما تماما، داك الصبر ديالنا والتعامل ديالنا كاخوه وسط اجمل ما في هذا التدريس. نقدر ناكد لك انا واحد النقطه، بانه وقعتوا التاريخ ديالكم بمداد من ذهب، لانه بطبيعه الحال هذا الشيء غادي سيذكر ان شاء الله في الاجيال القادمه. وبطبيعه الحال ها انتم كما سكنتوا موضوع دعوه من برنامج مع الفلاح لتوقيع هذه اللحظه التاريخيه اللي الحمد لله والتدوين ديالها كذلك، فهذا شيء جميل غادي يبقى ان شاء الله في الذاكره ديالكم. وغادي يجي واحد الوقيته وغادي تجلس حدا واحد النادر ديال التبن وتقول ما جا ولادي نعاود لكم كيفاش وصلنا. ان شاء الله ان شاء الله. اذا سي ذكرني بالاسم الله ينورك سي النجيمي. اليوم احنا مزيان هاد مزيان هاد الحماس يكون، مزيان هاد الدعم ديال الدوله يكون، مزيان احنا كنقلبوا على الاستدامه ديال الفلاحه المستدامه والاستمراريه. هل انتم دابا كمقاولين شباب داخل العالم القروي، جوج الحوايج مهمين من اجل الحصول على الفلاحه المستدامه، الجانب البيئي والجانب ديال الجوده، هل هو اصبح جزء من دائره الاهتمام ديالكم؟ الجودة مهمة، لأن احنا بالنسبة لنا مثلا بالنسبة للحالة ديالنا احنا خمزة اللي كنتعاملوا مثلا مع يعني زانترميديير مثلا مش كنبيعوا المنتوج، ماشي بحال اللي مثلا موجه للمارشيات ديال الاكسبورتاسيون أولا، ولكن كما كان الحال فاش كتكون الجودة عندك ناقصة صعيب انك تبيع المنتوج، فهمتي، ولا غادي تبيعه بواحد الثمن اللي ربما طردش فيه حتى المصاريف ديالك، فبالتالي تيكون الجودة اهم ما كاين. علاش قلت لك قبيله الفلاح تيخدم بقلبه؟ هو انه كيكون خدام كيقلب ديك يشوف ذاك المنتوج في الاخير ديالو في لافال ديالو، يشوف واحد الجوده اللي كتريحو كتفرحو. تمام. وهو يعني النشاط ديال الفلاح هو انه فاش يجي البيع اللي السيد غادي يشري كيشوف منتوج اللي هو في مستوى غلا زينه غله مزيانه، وهذا هو الفرح ديالو. ما يبغيش هو تخرج السلعه عنده من المحل ديالو ناقصه ولا غير طرف فيها كيتلاح ولا. تمام. هذا يعني الجوده عامل مهم ومهم ومهم بزاف كاع في المجال ديال الفلاح. نعم. لا من ناحيه اللون، لا من ناحيه الكاليبر، لا من ناحيه ان تكون يعني نقيه من الامراض ما فيها الشوائب، وهذا شيء اللي هو مهم بزاف. نعم. يعني نعم. ربما في هذه الناحيه اللي غنشوفوا من جهه يعني الدولة أو المؤسسات اللي حاطة الدولة باش تواكب الفلاحة، ممكن يعني يكون تقارب أكثر مع الاستشاريين. نعم. ربما مثلا هاد المكاتب ديال الإرشادات الفلاحية مثلا ديال نفس كيكون في واحد المنطقة في واحد الإقليم ولا في واحد الجهة كيكونوا عارفوا المنتوجات اللي في الجهة، تيعرفوا البيئة ديال الجهة، ان ربما المنتوج ديرو في جهه وما يعطيش نفس الجوده، وان الظروف تكون مختلفه اي باختلاف هدف الجبل هدف هدف في الوطيه ماشي بحال. تمام. ربما يكونوا ناصحين اللي هما ادابتي يعني لا سيتياسيون سبيسيفيك ديال مدام اكرام. اليوم وزارة الفلاحة ولكل الساهرين على هاد المشاريع والمخططات الفلاحية هي من خلالها حققنا الاكتفاء يعني في الحمد لله في الانتاج، فاعتقد بانه هناك دائره جد مهمه في مجال التثمين ديال هذا المنتوج. لهذا المستوى واش يمكن لنا نقولوا لهاد الناس هذا؟ يعني هذا هو التوجه الجديد ديال وزاره الفلاحه. كما كنت تكلمت في الاول كاين 19 عقده برنامج اللي خاص كل سلسله، ولكن كاين واحد العقده اللي هي خاصه بصناعه بتطوير صناعات الغذائيه ولا التحويليه، تمضات من 2017-2021 اللي كتحدد كيفاش نزيدوا نطوروا سافلة الانتاج. أيه. لانه اذا كان حققنا اهداف مخطط المغرب الاخضر ديال الرفع من الانتاجيه، فعلى هذا المستوى مازال خاصنا نشتغلوا. في الدعم الاولى كاين مجمعين عندهم التزامات، كاين شركاء عندهم التزامات ديال انجاز الوحدات، وفي الدعم الثانيه الدوله كدير ايضا وحدات ديال التثمين. يعني هذا الجانب مهم بزاف
بالنسبه من كنتحدثوا على التدمين انذار كنهضروا على التسويق، ولا بغينا نربطوه بموضوع الحلقه ونربطوه بالاستثمار، فعندنا تجربه يعني في الوكاله التنميه الفلاحه الفلاحيه الى جانب داكشي اللي كنديروه مع المستثمرين باش نحسنوا من الاستثمار. واحد التجربه اللي دارت في هذا الاطار ديال هاد عقده البرنامج هو اننا اصطحبنا يعني بتنسيق مع انتربروليف اللي هي التنظيم البين مهني ديال الزيتون، درنا واحد الدراسه ديال السوق الامريكي خاص بسلسله الزيتون. نعم. علاش دراسه؟ باش اننا المستثمرين المنتجين ديالنا ديال البلاد يربطوا علاقات مع المنتجين الامريكيين. نعم. ويقدروا يعني نحسنوا من مستوى التسويق في سلسله زيت الزيتون. نعم. وكاين هذا البرنامج اللي تعقدت البرنامج راه كيهم جميع السلاسل، يعني انا غنهضر لك على الجانب اللي بدينا به في وكاله التنميه الفلاحيه واللي بدينا تنديروا عمليا تنحقوا على ارض الواقع. نعم. ايضا قمنا باصطحاب منتجين فرنسيين عندهم وحدات تحويليه كبيره باش نستافدوا من التجربه ديالهم، ولقيناهم على مستوى معرض ديال العطاويه بالمنتجين ديالنا المنتجين ديال زيت الزيتون. هادشي كله بتنسيق مع الانتربروليف باش يتلاقاو باش يشوفوا كيفاش يديروا يحسنوا عمليه الاستثمار في هاد السلسله ديال زيت الزيتون. من كنقولوا استثمار في السلسله يعني في الحلقه اللي هي ناقصنا في البلاد، ماشي بالضروره غير في العصر، ولكن نقدروا نديروا في لومبالاج او لا في الباكاج، يعني في اي حلقه ناقصنا في تحسين السلسله. قمنا ايضا باصطحاب منتجين مغاربه الى فرنسا، زاروا باريس ومارسي وزاروا عدة وحدات أيضا بنفس الهدف، وكان عندنا في البرنامج بلدان أخرى لولا هذه الجائحة اللي وقفت الاشتغال، وهي مازال مسائل اللي غادي تدار. يعني هذا الشيء كله باش نتحدثوا بأننا على مستوى الوزارة ولا مستوى الوكالة هذا الجانب ديال التسويق راه هو المرحله الجايه، وهي المرحله اللي غتكون في الجيل الاخضر. الا كنا غنهضروا على ثلاثه ديال الحوايج، غنقولوا الشباب، وغادي نقولوا التثمين والتسويق، وغادي نقولوا شنو هي الحاجه التالته. نعم. يعني الشباب والتسويق ان شاء الله تعالى. اذا بطبيعه الحال على مستوى التثمين السيد رئيس عندك شي رؤيه انتم خاصه بكم، لانه دابا تبارك الله 107 القطارات راه ما سهلش ما كتفكروش ان شاء الله في المستقبل من خلال الا كان نهار تحققوا الفائض من الربح ديالكم باش تخليوا واحد جزء يعني من الربح مثلا للاستثمار اكثر في مثلا في وحده ديال التثمين او التوضيب. طبيعة الحال هذا هو الهاجس ديالنا، هو نديرو التثمين بشراكة مع المهنيين. طبيعة الحال مهنيين ديال القطاع دونك القطاع ديالنا تبارك الله فيه الجمعية المغربية لمنتجي الكروم بالمغرب هي اللي كتشرف عليه، دونك كاين مجموعة، كاين في مكناس، كاين في مجموعة في المغرب كله، كاين أشجار ديال هادشي، وحنا حنا كنطمحوا اننا نقوم بعمليه ديال التثمين كما قلتي. ملي غنوصلوا لواحد لاج ديال لا سانكيام اني ولا هذا من لا برودكسيون ديالنا، دونك غادي نبقاو ديمينيو دوك لي شارج ديالنا حتى نوصلوا اننا نوصلوا لا مارج بينيفيسير ديالنا، وديك الساعه ممكن اننا نتوجهوا في هذه القضيه ديال لما لا نديروا لوزين ديالنا. اييه لما نديروا لوزين ديالنا ديال بلون بالاج وكل شيء ديالنا. دونك حنا دابا تنهضروا على المارشي لوكال، لما لا نديروا واحد المارشي ديكسبور ان شاء الله. حنا دابا تنهضروا مثلا على عندنا فواكه اللي ممكن ندخلوها الاسواق اللي هي بحال المرجان، بحال اسواق السلام، بحال ماكرو الى اخره، ولما لا نطمحوا اللي هو السوق اللي هي اوروبيه الى اخره. نعم. على اساس اننا ندعموا ونتمنوا المنتوج ديالنا. نعم. فقط بغيت نشكر المتتبعين ديالنا عبر الصفحه الرسميه ديال اذاعه ميدينا في ام فيسبوك. كنشكر السي نور الدين الكوش اللي هو طرح سؤال حول الاكراهات ديال اللحوم الحمراء ما بين اكراهات وقوه الوسطاء. كاينه كذلك السي خيا تكلم على الفلاح الصغير على قضيه الزريعه، ولكن ان شاء الله حنا غنديروا حلقه خاصه حول يعني المقبل ان شاء الله تعالى العام الجديد. السي السويدي نور الدين من فقيه بن صالح وتادلا وبني ملال هذه الناحيه تكلموا على قضيه الاشكاليه ديال الماء، واكيد ان شاء الله في هذا الموضوع غادي نخصوا حلقات خاصه على الماء والتزويد، وكذلك نعرفوا حتى البرنامج ديال الدوله من خلال هذاك التحويلات ديال الانماط ديال السقي اللي بدات كتعرفها، وهذه استثمارات كبيره ومهيكله بالنسبه علما بانه راه حنا انخرطنا جميعا في
في اطار ندره المياه لانه الشتاء ما بقاتش هاي هذا، ولكن يجب لبون براتيك الممارسات الجيده لاستغلال امثل ولاستغلال اضمن وبطريقه منتجه على قيد الماء. كنا بكري كنتكلموا على مثلا شحال خصني من طون ديال السلعه، اليوم غنبداو نتكلموا شحال خصني من اطرو ديال الماء باش نصنع باش ننتج قدا وقدا من الفلاحه. فلهذا هذا يجب استثمار اي نقطه ديال الماء بشكل جيد، فبالتالي ان شاء الله تعالى لضمان الاستدامه والاستمراريه ان شاء الله الفلاحه ديالنا. الدعم ديال الدوله على حسب السقي بالتنقيط. اييه كتشجع باش كتعطي. وكاين الجانب الاخر هو بناء السدود ان شاء الله تعالى. تفضل. السد كان ممكن بين قرب عين الميكرو. السد فعلا سد مدز هو بالنسبه للمنطقه ديالنا ديال اقليم الحاجب وممكن ناس يعني سايس هذا بسيس واحد المنطقه ديال واحد تقريبا واحد 150 جماعه قرويه غادي تستافد من هذا السد تبارك الله. فوفق 2022 غادي يبدا الشغل فيه وغادي يعطيو الفلاح كل فلاح تقريبا اللي سجل عدد الهكتارات ديالو عطاو 4000 طن في الهكتار في العام. يعني السقي التكميلي هذا هو المشروع اللي جاي به السد مدز باش يحل المشكل ديال الجفاف والمشكل ديال النقص في المياه اللي كاين في الابر. ممتاز ممتاز ممتاز. اذا مدام اكرام يعني البرنامج تقريبا قربنا للنهايه ديالو، نتكلموا على هل هناك من اضافات باش نختموا، خصوصا نتكلموا على الحصيله ديال الاستثمار الخاص. شكرا سي ميلود الخضر. بغيت نتحدث على الحصيله ديال الاستثمار في قطاع الفلاحه، ويمكن سي مهدي عارف الريفي هضر على تجميع الشركه. انا نعطي بعض الارقام بعجاله، يعني الا بغينا نديروا الحصيله في ارقام، تم ضخ اكثر من 104 مليار درهم كاستثمارات في القطاع الفلاحي الى غايه اليوم، فيها اكثر من 60% ديال الاستثمار الخاص اللي هم بالخصوص تجهيز الضيعه الفلاحيه من اجل تحسين الانتاجيه. وايضا بالنسبه لصندوق التنميه الفلاحيه اللي هضرنا عليه، فتم كاين ارتفاع في قيمه المساعدات الماليه المقدمه من قبل الدوله في اطار هذا الصندوق باكثر من 112% مقارنه مع البدايه ديال مخطط المغرب الاخضر. وهذا الشيء حظيت فيه الفلاحه ديال اقل من 10 هكتار بجانب مهم. ايضا تم رفع نسبه الاستثمارات العموميه في المناطق الرعويه والجبليه من اجل تحقيق العداله الاجتماعيه. ولا كنا كنهضروا على الفتره ما بين 2003 و2007 على انها فتره يعني اللي ما غنقولوش ركود ولكن شبه ركود، فساهمت نتائج مخطط المغرب الاخضر في تحقيق نسبه نمو ثابته نهزت 5.2%، وهذا انجاز مهم. وارتفعت قيمه الصادرات في هذه الفتره باكثر من 117%. بغيت غير نعطي بعض الارقام اللي كتعطي صوره باش لاننا موضوع الحلقه هو الاستثمار، كيفاش يعني الحاصله ديال الاستثمار في القطاع الفلاحي. نعم. بالاضافه للمقيل في مشاريع التجميع ومشاريع الشراكه، المشاريع التجميع اللي كاين اكثر من 63 مشروع، مشاريع الشراكه اللي كاين حاليا اكثر من 1700 مشروع يعني اللي تحدثنا عليها سابقا. فعلا انا كنظن بالنسبه لكم انتوما وبالنسبه للاخوان اللي هما تبارك الله انتوما راه على بينا من امركم في الاهميه ديال المواضيع اللي ناقشوها، كذلك يعني الاشكاليات اللي والاكراهات اللي موضوعه. فانا اعتقد التجميع راه غادي يكون حل من الحلول ديال هذه الاشكاليه ديال التسويق. فاحنا كنتمناو ان شاء الله نتوما تخلقوا بحال اللي خلقوا دوك لي جيو دوك مجموعه ذات النفع الاقتصادي، واللي ممكن ديروا واحد القاطره اللي هي تقدروا تجمعوا راسكم هاد السلع وتنخرطوا كاملين كمجموعه ديال الناس يؤمنون بالنتائج، يؤمنون كذلك بهاد القوانين. وتكلمت السيده اكرام على قانون 1204 اللي هو يضمن الحقوق، وعير هي اعتقد انا ربما نتقاسموا ان شاء الله مازال غادي نطلبوا من السيد المدير العام ديالكم ديال الوكاله على اساس ننتظر النتائج الجديده باش يعلن عليها ديال هذا القانون 04 12. هو طور تبسيط المساطر. نعم. هذا القانون ديال 1204 يعني اللي جات جا نص القانون ديالو مع مخطط المغرب الاخضر هو الان بصدد التبسيط، وسيتم الاعلان على النصوص الجديده اللي غتكون اكثر بساطه باش يعني هذه المقاربه نزيدوا هي غتكون ميسره للولوج اكثر. اي باش يستافدوا المجمع اكثر بواحد شروط ابسط من ما هو كيدار. نعم. حاليا. نعم ان شاء الله تعالى. اذا نتمنوا لكم التوفيق في هذه الاختيارات ديالكم، وبغيت نعطيكم الكلمه الاخيره. تفضل سي ادريس. شكرا مره اخرى على الاستضافه سي ميلود. اللي نبغي نقول هو انني تنشكر وكاله التنميه الفلاحيه
والمديريه الاقليميه بالحجب ولونكا المكتب المغربي للاستشاره الفلاحيه. وانتم من هذا المنبر كنشكركم على الاستضافه والدعم ديالكم لنا باش نوضحوا للراي العام الرؤيه ديالنا على المستوى الفلاحي وعلى ونعطيو تبع للشباب مثال التجربه ديالكم التجربه ديالنا كمثال للشباب اللي هما باغيين يدخلوا مضمار ديال الفلاحه. دونك حنا كنقولوا لهم تكلوا على الله وان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله السي النجمي انا باش نختموا تنشكركم على هذه الجلسه هذه كي قلت لكم نهار كبير هذا وفرحان بالجلسه معكم نقولها بلدي انايا واخا ما كاينش هي واخا ما فيهاش اتاي وما فيهاش بزاف تعويجات دابا كوفيد مره اخرى ان شاء الله يعني من ناحيه انا بالنسبه لهذه المساله ديال الشراكه المساله ديال المغرب الاخضر وربما الجيل الاخضر اللي هضر عليه السي الريفي هذه كانت بادره مزيانه انها طورت بالنسبه للمغرب الاخضر بعدا طورت القدره الانتاجيه ديال المغرب. ممتاز. فبالتالي تنقول انا انه من بعد يعني تطوير القدره الانتاجيه كيخص واحد المواكبه في التسويق. تماما. واللي هي ماشي زعما نقولوا الدوله غادي تبيع او لا سميتو نعم. واني كيف قالت الاخت اكرام كاين مثلا برنامج مع السوق الامريكيه نعم. في واحد السلسله انتاجيه معينه اللي هي ديال الزيتون. من ناحيه كاين بزاف الجوانب واحد كنشوف فيه انا هو اولا لهذا اللي ربما يعاون حتى في المساله ديال التجميع بالنسبه للفلاحه باش يعني يتمنوا المنتوج ديالهم ويبيعوه بواحد القوه ديال بوفوار نيغوسياسيون في المارشي اللي يكون اكبر. هما الاستشارات لي كونسي اغريكول اللي يكون كي فيزي الفلاحه باش نطوروا عندهم شكون نابيل بالفرنسي لي بون براتيك تمام ممارسه جيده فوالا لي بون براتيك باش يخرج منتوج اللي هو ذو جوده عاليه نقي من الشوائب ومنقي حتى من اللي كنديروا اللي كيقول لك سميتو يعني التحليلات لا حتى من التاثيرات ديال الادويه الكيماويه فهمتي باش يكون يعني كيمشي للسوق اييه كيمشي للسوق فاش كيوصل اييه الرواسب الكيميائيه كيوصل للانسان في السوق والمستهلك مطمئن على على صحته جوده المنتوج ديالو وخالي من والانسان يتوكل على الله والفلاحه راه كتبغي القلب الانسان يخدم بقلبه وربي تيكمل اكيد اكيد مدام اكرام كنشكر الحضور اللي حضروا معنا والافكار اللي تقسموها معنا ونتمنى انه هذا المخطط ديال الجيل الاخضر 2020 و2030 يكون في يكون تكمله للمجهود اللي تبدل من 2009 ل 2020 ديال مخطط المغرب الاخضر. اشتغلنا في هاد العشر سنين على تحسين الانتاجيه وان شاء الله غادي نكملوا مع الشباب ونكملوا في الصناعه التحويليه والتثمين ديال المنتوجات اللي هي دابا كتظهر بانها هي التوجه اللي خاص يكون عندنا كاملين باش نهضوا بهذا القطاع الفلاحي ونعاونوا الفلاحه. وشكرا لكم سي الخضر وشكرا على استضافتنا وهذه اللحظات الشيقه اللي تقاسمناها معكم. كنحيي الفلاحين وكنتمنى لهم يعني يكون الموسم فلاحي زوين راه بدات الامطار والله يرحمنا بالشتاء ان شاء الله الله يرحمنا بالشتاء والله يرفع علينا هذا البلاء وان شاء الله الابار ان شاء الله هذا الشيء اللي نقولوا ديالنا تعاود تعافى من جديد بواحد الحقينه ان شاء الله متميزه. بدوري كذلك بغيت نشكر المستمعات والمستمعين وكل الفلاحه اللي كيتابعوا برنامج ديالهم مع الفلاح. بغيت نشكر كذلك السي مهدي الريفي لانه كل مره كل ما كنعيطوا له من اجل الاسئله باش يجاوبها يتقاسم مع الراي العام ديال المتبعين ديال الشان الفلاحي الا وكيكون كله اذان صاغيه. بغيت نشكر كذلك الاطر ديالكم اللي صراحه كتادي واحد الخدمه جليله لفائده العالم القروي للشباب كذلك النساء المجتمع يعني ديال الشركاء ديالكم المستمرين سواء الدعمه ديال الاولى ولا الثانيه. بغيت نشكر كذلك هذه التجربه الرائعه والتجربه الجميله جدا اللي هي نواة التضامن وفعلا اسم جميل. وبغيت نشكر كذلك السي النجمي عبد الله على انت كنتي خير خلف لخير سلف دونك الله يوفقنا ان شاء الله. فاعتقد في الكلمه الختاميه ديالكم جات واحد الرساله جد مهمه اللي هي
الاستشارة الفلاحية. والمغرب من خلال اعتقد القانون 1208 وقيلة اللي كان أسس لهذا المكتب الوطني الاستشارة الفلاحية كان ذكاء من طرف استراتيجية المخطط المغرب الأخضر، لأنه اليوم مراحل الإنتاج حسب النمو ديال مراحل الإنتاج فهي تحتاج للتدخلات بالاستشارة الفلاحية. فهذه الاستشارة فيها أنا كنعتبرها هي اللي كتعطينا رأس المال، وهي اللي كتضمن الجودة، وهي اللي كذلك كتنمي لنا سميتو عليه المزرعات ديالنا. وأكيد بأنه المستشارين الفلاحيين على مستوى التراب المملكة، وأحيي كذلك المستشارين الفلاحيين الخواص اللي هما انخرطوا في القانون 62-12 وعطى واحد فرصة كبيرة جدا لعدم إضاعة مجهودات كبيرة ديال الناس اللي خرجوا التقاعد مثلا ديال لينغا. يعني احنا عرفنا واحد الوقيتة هي رياح التقاعد هبت على الباحثين، هبت كذلك على الناس اللي عندهم تراكمات ديال واحد الخبرة رائعة. وبالتالي هذا القانون 62-12 فهو عطى فرصة لإرجاع العمل بطريقة غير مباشرة لهذه الكفاءات العلمية الرائعة التي يجب أن نستفيد من عصارة التجربة ديالها طيلة التراكمات. الشكر موصول كذلك لكل الباحثين اللي كيوجدوا لنا المعلومة اللي بطبيعة الحال هي اللي كنوظفوها من أجل تنمية القطاع الفلاحي. وبطبيعة الحال أنقل كذلك الشكر ديالي لفريق العمل اللي رافقني، رجاء السهب، عمر البيزي، حمزة خصال، السوسي محمد، خرقي محمد، ورباني التوفيق، وهذا ميلود الأخضر. يضرب لكم إن شاء الله تعالى موعد آخر دائما مع الفلاح. أنا كنختمها دائما كنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش بلادنا تولي إن شاء الله تعالى شجر ودوالي باش يرتاح كل عاشق فلاحة بحالي.